جاوشي خمسة الناس مسنحين ولقاوني لداخل وجبدوا عليا سيف ورا كاينه الكاميرا هزين سيف جاو من هنا واحد جا من هنا وجوج جا من لهي والمطر دايزي وهبطوا بالسيوفه كيهرسوا كيصيفطوا لي سيف وانا لداخل وانا كنبعد على الجنوي جارنا كيتعنى اي واحد قال لك اسيدي السيده ما غتصوروني حتى حاجه ما غتصوروا مني حتى حاجه هذيك المره سيفتها كلات هنا السكيلو ديال المبخر وعطاها 1000 درهم باش ديرني هاد القالب هذا باش تصيفط لنا الحبس وصيفط لينا واحد السيد قال لي سير لي حليهم شي حاجه ديال المخدرات وحنا ما عندناش سوابق على المخدرات وحنا كنخدموا على والدينا خدامين بالحال ما كنديو ديال الناس ما كنبزنوا ما كنديروا حتى حاجه وهاد السيد هذا باغي يخوينا باي طريقه شي 90 كيلو ولا 80 كيلو ديال السلعه هي قدام شي 10,000 درهم 10,000 درهم ما يزيد راه السلعه غاليه و والمصاري بزاف وقال بيدرنا هاد البيدرنا هاد الدجاجه اللي هرسوا راه دايره شي 7000 درهم هاد الدجاجه هاد وما يلقاهاش والله لا لقاها مولاه وما يلقاش هاد الدجاجه هاد وهاد السيد هذا خويا راه تعدى علينا تكرفس علينا هاد السيد هذا ولينا ديما في تهديدات ديما يوميا ما خلا ما صيفط لينا وكيعطيهم باش يشربوا وكيعطيهم باش يتبزنوا كيعطيهم بزاف وكيلوم المجرمين كيعطيهم كيقول لهم هاك ها ديروها فرحوني ها خولي هاد الكرابز هادو حنا خويا حنا مواطنين بغينا حقنا في هاد السيد هذا راه تعدى علينا بزاف هاد السيد هذا سيدي كانوا دا الدراري خدامين عنده 14 عام وجرع عليهم خمسه الناس ومشيت شهدت لهاد الدراري بالحق ها هي الورقه كاينه مشيت شهد بالحق ما شهدت في شي حاجه شهدت بالحق قال لك اسيدي علاش جيت تشهد ما غيصوروا مني حتى حاجه ها هي خويا هادي هي شتيها هي هادي ها فاش شهدت انا هو ابراهيم زوران جيت بالحق لهاد الناس هادو وليت انا في التهديدات يعني بغيت ها هو ها هي الشيء كاين من تاريخاش